أعزائي المشاهدين، ننتقل إلى فقرتنا الأخرى، إلى ديوان الشباب، ديوان المواهب. واليوم عندنا موهبة مميزة إن شاء الله معنا، الكابتن طالب العطار، وهو محترف طيران شراعي ولاعب منتخب الكويت للباراموتر وعضو في اللجنة الكويتية للرياضات الجوية. مرحبا فيك أخوي طالب. مشكورين أول شيء طبعا في البداية على استضافتكم لي في برنامج ديوان الشباب على قناة شاهد. يعطيكم العافية. تشرف طال عمرك. الله يسلمك. أول شيء قبل ما أسألك، شنو الخشب هذا؟ اي نعم، اول شيء طبعا هذه نموذج مودلز انا مسويه. اي زين، او نحته بنفسك. اي نعم، بنفسي انا شريت الخشب وجمعته مع بعض ونحته كنحته طياره من الصفر يعني، ومو فيها ولا شيء جاهز، وهذه كله شغل ايد وشغل اللي هو بيدك. بيدي من غير اي ماكينه، من غير استخدام اي ماكينه، مجرد نحته، ادوات عاديه، صنفره مثلا، الموس عندك اللي هو الكتر، وطلعت الطياره. كثر تطول معك؟ تقريبا تاخذ ثلاث ايام اربع ايام بالكثير. ثلاث ايام. اي نعم. الله يوفقك ان شاء الله. خلينا نبتدي الطيران الشراعي، يعني مو غريب انه يكون بالكويت في لوائع وصعوبات معينه، شلون جت لك الفكره هذه يعني؟ اي نعم، اول شيء انا طبعا كطيران بديت اول شيء مع خالي محمود ابو حمد، اول شيء احب طبعا احييه ويعطيه الف عافيه. اول شيء هو كان يطير طيارات لاسلكيه ريموت كنترول، فاخذاني معاه وكنت اطير مع طيارات لاسلكيه، وبعد فتره تدري صار يعني كبرنا شويه وحبينا نطور من نفسنا زياده، فبديت اقرا عن الطيارات اللي هي الراكب واحد او راكبين. فبعدين اتجهت اللي هي حق الطيارات اللي هي الشراعيه هذه مثل ما انت تفضلت. قريت عنها، اكتشفت ان هذه الطيارات الشراعيه الخفيفه تعتبر افضل وسيله نقل، وتعتبر من وسائل النقل الامنه. أكثر الامنه؟ الامنه اكثر حتى من السيارات. لما تدش انت على احصائيات موجوده في الانترنت اللي هو على منظمه الطيران العالميه FAA، راح تلقى ان نسبه الحوادث فيها اقل حتى من السيارات، فمصنفينها تحت وسيله نقل امنه. زين، الارتفاع مالها بالكويت المسموح انك تطير فيها؟ والله شوف، بالكويت طبعا هو على حسب تصريح، يعني على حسب استخدام للطيران شنو، ولكن على طول مدار السنه احنا 1500 قدم معطينا نقدر نطير. 1500 قدم طبعا نطير في منطقه اللي هي نواصيب الكيلو 298، نقدر نطير فيها اي وقت يعني خلال. مفتوحه لكم؟ مفتوحه لنا طول السنه. طول السنه حتى بهالصيف الواهي هذا نقدر نطير مستمرين. تدري الواحد هم بشيء بعد خلاص لازم ما اقدر اهدف يعني. راح نشوف الفيديو وراح ينعرض، تكلم عن موضوع الموضوع نفس الموضوع، وشنو انواع الطيران الشراعي يعني. عندك طيران شراعي، عندك اللي هو يا اما يكون باراشوت مثلا وفي معاه محرك، يا اما تصير اللي هي مثلا انت شايفين الحين عندكم هالفيديو، طبعا هذا المدرب الاسباني ابناء ما شاء الله محترف وبطل العالم. بس اكيد المناظر مو بالكويت. اي لا لا، مو بالكويت، في اسبانيا. على يقين يعني. 100% زين، فهذا يسمونها باراموتر اللي هو الباراشوت مثلا انتم شايفين، وفوق وراه اللي هو المحرك على اساس يدفع، يقدر يطير من الارض، مو ينزل من طياره. في ناس عبال يتخربطون بينها وبين السكاي دايف. سكاي دايف ينزل يقفز من الطياره. هذا يقدر طيران من الارض. من الارض على ريله، ويقدر يطير بعدين فوق طبعا باستخدام محرك. في نفسها ولكن نضيف عليها تواير وتصير راكبين. اللي هي ممكن اي يصعد معك واحد ثاني وتقدر تطير فيها. عندك النوع الثاني اللي ايضا هي يسمونها الهليكوبتر الصغيره، زين، تصير راكبين، يسمونها جايروكوبتر. انا حاط عندي فيديو حقها ان شاء الله. طبعا هذا انا في اسبانيا ايضا ماخذ دوره خاصه في ادفانس في الباراشوت، اني احاول اطيح الباراشوت، ولكن انت مثل ما شايفين الباراشوت ما يطيح. قاعد احاول يعني، هي دوره هذه تقدميه، يصير باراشوت يروك مدى السيفتي في الباراشوت. قاعد احاول اطيح الباراشوت مثل انت شايف الباراشوت ما يطيح. ايش مالك؟ ايش حق لا لا، هذه تجربه تدري انت على اساس تعطيك اللي هو احساس بالسيفتي والثقه. ثقه نعم. فانت حتى في ناس يخافون، فانت تخيل انت بيدك تطيح الباراشوت، الباراشوت يقول لك لا انا ابي موجود على اساس انا يعني شايلك. وانتشار اللعبه هذه في الكويت؟ والله وصلت الحمد لله، وصلت يعني تقريبا الحين خلال اول شيء خلال يعني هي بدت بالكويت من قبل 8 سنوات، لكن كان تدري نموها كان بطيء جدا. صح. ولكن مع بدايه اللي هي اللجنه الكويتيه للرياضات الجويه بدت الناس يعني تتعرف عليها اكثر، لان صار فيها جهه مسؤوله عن هذه الرياضه وصارت شغله رسميه، ولنا ايضا تعامل رسمي بشكل مباشر مع الطيران المدني وايضا مع الدفاع ومع الداخليه. فبدت الناس تي عندنا باللجنه، وبدت الناس خلينا نقول تشوف ان طيارات سيفتي وانها ما عندها اي مشاكل. حلو. دائما توقيع اللي مثل يبي يشترك، شنو التكاليف؟ يشتري الطياره، يشتري نوعيه، وين يشتريها؟ بالضبط، احنا طبعا ماكو شيء تشتري لما اول شيء تتدرب وتخلص تدريبك. يعني اول شيء مو تروح تشتري؟ اكيد نعم. الشراء مباشرة من أي شركة ولا عن طريقكم؟ لا، عن طريقنا احنا، في عندنا وكالة بالكويت طيران خاصة وتقدر تشتري. ما يقدر يبيعوا له مباشر؟ لا، عن طريقكم انتم. بالضبط، لا في طبعا في وكالة، ولكن لازم تاخذ تصريح من جهة رسمية مثل اللجنة الكويتية للرياضات الجوية اللي هي احنا. ايش كثر ياخذ تدريب على اساس تتعلم عليها الطيارة؟ شهر تقريبا، تاخذ شهر. اي نعم. ويطير معاكم
بالضبط يطير اي وقت معنا. طبعا في بدايه اللي هي تدريب خلال الشهر هذا اللي هو لازم يخلص لها 10 تيك اوف بروحه و10 لاندنج، بعدها ياخذ الليسن، بعدين يقدر يشتري الطياره اللي هو يبيها. يعني مثلا في طيارات تدري حق سرعه، في طيارات مبتدئين، في طيارات الاستخدام حق العروض الجويه، ولكن فنخلي هذا شغله بعد ما يخلص ياخذ الليسن يستلمه، بعدين هو عاد يختار شنو على الطياره اللي هو لازم يبيها. يكون الطيران على طريقكم انتم بالاوقات اللي تحددون بالضبط. اي نعم، مو على كيف اشغل الطياره. لا اكيد لا يعني طبعا شغل الطياره روح بيتهم ولا ايش؟ لا طبعا على طول لو تخليها كذي اكيد في ناس راح تسويها. والله تسويها على الزحمه اللي عندنا. والله قاعد اسولف قلت يا محمد خش طيران واحد يدرب عندكم شهر يشغله ويروح البيت. والله هي فكره موجوده يعني بغينا نسويها. ينزل بالفريج بالضبط يعني خصوصا انه ما تحتاج رنوي. ايش كثر جبيلاته؟ اي مو هذا السؤال من المهم. الرنوي اللي تحتاج يعني ماكو يعني اصغر حتى او ربع يعني مساحه كره قدم يعني ولا شيء. احنا نقول حوالي 200 متر يعني وايد حتى بالنسبه حق طائرتنا. اي نعم زين حق الفريج هذا تنزل بالضبط هذا هو. خش فكره الزحمه اللي بالشارع احلى فودنا نطير. واللي يروح حق بيته ما مشكله يعني. لا لازم ياخذ تصريح فيها بعدها بتصريح؟ بس ياخذ تصريح السهالات يعني عن طريق الاجنطه. عندنا صوره انا بنشوفها لو تكرمت المخرج. هذه الصوره. اي نعم اي هذه ذكريات عاد حلوه هذه. ايه. في هلا فبراير زين اللي هو اول تجمع خليجي لطيارين على مستوى الخليج، وطبعا بحضور هو المدرب خابي ملك جواتا اللي هو من اسبانيا. فكان تجمع جدا كبير وحلو، وايضا صار في شغلات وايد حلوه اللي هو ايضا مشاركه اللي هو سكاي دايف كويت. قفزناهم من خلال طياراتنا على ابراج الكويت، نزلوا صعدوا معنا بالطيارات لابراج الكويت ونزلوا، وكان طبعا حدث وايد حلو. ومعنا طيارين من السعوديه ومن الامارات وعمان والبحرين وقطر، كلهم كانوا معنا في هذا الاحتفاليه في هلا فبراير. كان تجمع وايد حلو صراحه. افتخر فينا فعلا انا شاركت في هذا المهرجان او هذه الطيران. في صوره بعدها؟ نعم هذه؟ هذه الصوره. طبعا هم يحبون دائما الاكشن مستانس على الكابوس، هم عاد يحبون السوالف هذه عندهم. هذه؟ نعم، هذه في بطولة دبي العالمية شاركنا فيها، طبعاً أنا مع الكابتن إبراهيم مرشود، الكابتن يوسف العريفان، عيسى القلاف، كلنا كنا طبعاً في بطولة العالم. وايد حلو، اللي بعدها؟ إي نعم هذه نفس الموضوع. إي نعم في دبي هذه. بعد؟ نفس الشيء في دبي. نعم. بعدها؟ هذه في تايلند، أول بطولة شاركت اللجنة فيها وظهرت فيها رسميا اللي هي في بطولة تايلند. هذه الطيارة يطير فيها هذه؟ اي نعم هذه الطيارة، وطبعا بس المحرك من غير باراشوت، هو طبعا لازم يكون معها باراشوت. اي هذه بس مجرد دفع، وسيلة دفع عشان ترفعك فوق. هذه تطير من العادي من الأرض. اي نعم. وتيك اوف فوق، تيك اوف عادي. توصل البحرين؟ هي توصل بس طبعا بطيئة يعني، في باراشوتات يعني ممكن أكثر سرعة 100 كيلو يعني، أنت تشوف كم ساعة يبيلك. طبعا هذه اول طياره كويتيه براكب واحد سويتها انا في 2008. ما شاء الله. طبعا طياره تقليديه هي جناح ثابت، وهذه كانت اول صناعه كويتيه طبعا تعتبر من الصفر. من الصفر؟ من الصفر هذه. ما شاء الله عليك. اللي بعدها؟ هذا شنو؟ طبعا هذه جائزه التميز والابداع اللي هو على مستوى دوله الكويت، وكانت تحت رعايه صاحب السمو امير البلاد الشيخ صباح احمد الجابر الصباح. ممتاز. وكرمونا على اللي هو صناعه الطياره هذه. زين السؤال الاخير، شنو فريق الفزعه؟ اي فريق فزعه هذا. اي فريق فزعه هي طبعا فكره او ابتدى فيها اللي هو الكابتن عندنا محمد برحمه. إيه؟ ما شاء الله عليه كابتن، هو في عده مجالات في عده انواع طيران عنده خبره، فحب انه يسوي قال احنا لابد ان نستغل هذا الطيران مو بس كرياضه، مو كهوايه، ولا خلينا نقول كوناسه فن ان نطير، ايضا لابد ان نستفيد فيها مجتمعنا يعني، نريد شيء حق الكويت. فقال انا ودي اني اسس فريق اللي هو فزعه البحث والانقاذ. يعني مثلا اذا واحد يحتاج مثلا كان بالبحر ضايع مثلا، او مثلا طافي عليه طراد، او مثلا واحد مثلا خلينا نقول مغرز مثلا سيارته وصعب انك توصل له مثلا في اماكن غرازات، فاحنا ممكن طياراتنا هذه ممكن نوصل له. ولله الحمد ايضا احنا شاركنا في اللي هو البحث عن الطفل الله يرحمه اللي هو العازمي، عبد العزيز العازمي الله يرحمه، فاعطونا الحمد لله. هذه كانت اول طبعا مشاركه اللي هو مع وزاره الدفاع بشكل رسمي، وايضا وزاره الداخليه وسمحوا لنا ان نطير اللي هو فوق منطقه سعد العبد الله، وطرنا فوق اللي هو الجهره وسكراب امغره على اساس طبعا اللي هو البحث هذا. فكانت الفكره واضحه ونجحت الحمد لله، ولقت صدى يعني كبير والحمد لله وصلت حق المسؤولين. وطبعا نشكر هني اللي هو طبعا رئيس اللي هو التطوع اللي هو حسن البناي طبعا استاذي هو، ووصلنا اللي هو وصل اللي هو فريق الطيران الشرعي وفريق اللجنه الكويتيه للرياضات الجويه
مع اللي هو المؤسسات الدوله الرسميه. الله يعطيكم العافيه. السؤال الاخير، طموحكم وطالب. طموحنا صراحه انه يكون عندنا مطار للطيارات الخاصة. استعمل. عندنا يكون مثلا عندنا مدرسة طيران يعني تجهيزاتها كاملة بمعداتها. أتمنى أن يكون اللي هي الأوراق هذه اللي هي معاملاتنا مع الجهات الدولة لابد أن يكون في طريقة أسهل للتعامل معنا، خصوصا إحنا الحمد لله عندنا يعني الياسن ومدربين. يعني معنا عندنا 6 مدربين وماخذين الياسن دولية يعني. فأتمنى أن يكون إن شاء الله في تساهل أكثر في هذا الموضوع. شباب الكويت يرفع الراس يا طالب. أيوة والله. الله يوفقك إن شاء الله جميع، وإن شاء الله نشوف لكم مطار صغير ومدرسة ونصورها ونغطيها وتكون ضيف عندنا. إن شاء الله يعني. إن شاء الله. الأخ طالب العطار، شكرا لك على حضورك اليوم. الله يسلمك. الله يسلمك. أعزائي المشاهدين بنروح الدورة، تقرير عن الدورة الرمضانية، وبعدين إلى غبقتنا.